السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحييكم من قناة سيارات تايم. ونبدأ اليوم مع تويوتا، إن شاء الله تويوتا لاند كروزر موديل 2013. نبدأ بالشكل الخارجي، طبعا يجي ليتات LED وزنن كشافات ضباب. هذا الجي اكس ار 8 سلندر. طبعا الواجهة الأمامية أحسن من الشكل اللي قبل، يعني افضل بواجد، عصريه اكثر، اعطتها ال اي دي الليتات النهاريه ال اي دي. شكل جانبي جميل، رنقاته حلوه مع الرنقات مثل رنقات تقريبا في اكس ار الجديد. الخلفيه حلوه يعني ليتات ال اي دي، وهذه الداخليه. طبعا هذه الشاشه في اكس ار مركبها 1.25، ما الجيب ما حق 1.25. طبعا جربناه بالكلام كان بالبر، وهذا ان شاء الله ماكينته تجي جي اكس ار. طبعا 8 سلندر يجي 304 حصان، والجير يجي 6 غيارات. قاعد اصور. أخليكم مع اللقطات اللي التقطت معها، والحين ندش مع موضوع الماكينة. الماكينة 4600 سي سي، متصلة بجير 6 سرعات، 304 حصان مثل ما قلت. ويعني أنا أشوف والله الماكينة شايلة وزن السيارة يعني، والجير مريح. طبعا صرفية البنزين جيدة، يعني يقعد لك 4 أيام 5 أيام صرفيتها جيدة. ويعطيكم العافية على المشاهدة والمتابعة، مع تحياتي سيارة تايم، مع السلامة.